المهم في طيارة هان، في طيارة، المهم في طيارة أردنية قاعدة بتعمل إنزال في رفح وفي الوسطى وفي الشمال. والله كيف عرفت إنها أردنية؟ ما هو ما حدش بيعملها غير الأردنية. والله العظيم إنه يعني أنا أول مرة أشعر بالفخر من أول الحرب للأمانة. طبعا الطيارة هيها حلو الناس هيهم يا الله قديش الناس وسعجب مسكوت والله العظيم عاملين حسابهم اني يقع في الميه دير بالي. في ادويه يا اولاد نسكافيه وشكرافه وشرب مقلوب مقلوب مع جاير. طلعوا له طلعوا له واحد مليون طلعوا له اي شايف. لا وش مقلوب ها؟ انا جايب لك بس كنت بحبها امي. شو هذا؟ ارجيني يا مان، ارجيني. ثلاث تمرات، ثلاث تمرات. هذا منديل. هذا؟ خلاص دب دب دب.